عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا أنا البوتون، يبقى علينا تلوينها. اختار اللون اللي انت ترغبه، حيكون اورانج هالمرة، وحيكون الفوري جراوند الدارك جراي، وحيكون التكست 20، دايلوج اوكي، سند سند. خلونا نشوف شكل النهائي. جميل جدا، صار فلات صح. انا احب الشكل الفلات. السند ما يعمل، براوز ما يعمل عادي، لانه بعدنا ما مبرمجينها. اذا هذا حيكون في طرف الطرف العميل اللي حيختار فايل ويبدي يعمل سند ابلود، هاي حسب اللي انت تختاره. جميل جدا. طبعا ممكن تغيير الايكون ايضا للفريم. الفريم هنا عندك الايكون، ممكن تختار ايكون ايمج، راح يتغير الايكون اللي تظهر هنا. الايكون اللي اقصد فيها اللي هي هذا الايكون، هذا اللي هنا تظهر شعار الجافا، هذا ممكن تغييرها من مكان الايكون. فا اوكي ذاتس ات، هذا بالنسبه للكلاينت. اذا ندخل في برمجه الكلاينت، شو الاشياء اللي احنا نحب نعملها في الكلاينت؟ طبعا في البدايه بالكلاينت احنا مفروض من عندنا نحدد السوكيت صح. فاذا مفروض من عندنا نعمل مجموعه متغيرات، لا ننسى في المين حتى لما يبدا الابلكيشن يكون السوكيت حاضر. في البدايه اجي اعرف السوكيت، سوكيت سوكيت يساوي new socket. في داخل السوكيت المفروض من عندي احدد البورت الاي بي اللي اني دا ارسله، اضيف الى ذلك انه اني عفوا الاي بي دائما يكون على شكل سترينج، رجاء لازم يكون على شكل سترينج. البورت اني احدد اي بورت اريده، فور اكزامبل هنا كان الف، هنا ايضا حيكون الف، فارسه منقطه. هذا لو بالبدايه اعرفه يكون افضل. هنا في الكلاس واعمل له امبورت وانزل الاسفل هذا السوكت بعد ما احتاجه، حتى يبدي ياخذ هذا السوكت من السوكت الاعلى. هذا مفروض يكون ستاتيك، ليش؟ لانه انت داخل المين ستاتيك بدك تستخدمه، فحتى يذهب الايرور هذا لازم يكون يا اما ثرو يا اما تراي كاتش بلوك. فحنعمل ثرو ديكوريشن. هنا عندك ايضا another problem، هاي مثل كل مره يظهر طبعا، خلينا نحذفها هسه نفسه راح اكتبه وما يظهر ايرور سبحان الله. new socket string حيكون الهوست 127.0.0.1، البورت حيكون 123، فارزه منقطه. لاحظ نفسها كل شيء ما فرق، لكن كان ايرور سابقا. زين هسه عندنا حاليا عندنا السوكت جاهز، بدا يستقبل، حيكون عندنا سوكت جاهز ومستعد للاستقبال. اللي راح يرسل له الاي بي هو هذا الاي بي اللي عندنا سيرفر اي بي، ممكن تكتبه هنا، وهذا ايضا البورت اللي يقبل من عنده السيرفر بالدخول. يبقى شيء اخر احنا نعمله في بدايه، احنا لما نظرنا الى الديزاين لاحظنا انه في الديزاين عملنا براوز، عملنا سيلكت فايل، وعملنا هذا الليبل. زين البراوز حياخذ من عندنا شويه وقت. البراوز انه احنا لما نعمل كليك على البراوز مفروض من عنده يظهر نافذه ويخيرنا في داخل الكمبيوتر اي ملف انا اريد اعطيها لطرف المستخدم. فلتكن الملف تكست فايل، هذا التكست فايل اسمه java.txt. java.txt حكتب في داخلها مجموعة عبارات، فلتكن او خليني نكتب مثلا بها محمد عيسى حميد، نكبر الفونت حتى لما نعرضها بطرف الاخر يكون اوضح. configure الاديتور فونت اوكي، نختار مثلا 32، خلينا نشوف 32 اوكي. زين محمد عيسى حميد كتبت في داخل الفولدر الفايل عفوا
في داخل فايل سيف جافا تي اكس تي موجود على الديسكتوب. زين هذا البراوز مفروض انه لما نضغط عليها يتحول للدايلوج. ف let's see the time 5 minutes. ما تصور كيف انه نكتب البراوز لان البراوز حياخذ وقت، لكن احنا ممكن نعمل في هذا يحتاج نعمل له add event handler الاكشن action perform. هذا اول واحد. send ايضا لازم نعمل right click add event handler action perform. في هذه الحالة هذا الاثنين اصبح جاهز، يبقى علينا فقط شنو؟ يبقى علينا الديزاين. طبعا احنا لما نريد نرسل الفايل في البداية انه عملنا السوكت اوكي، احنا ما يحتاج اكسبت للسيرفر لانه هو اصلا كلاينت. يحتاج شو؟ يحتاج انه البوتون، راح اعمل هذا send. البوتون يحتاج يرسل الملف، يعني انت بعد ما عملت الاي بي وخليت البورت مفروض من عندك ترفع الملفات. أنا كيف ارفع هذه الملفات؟ اتصور لا اتصور لازم بالبداية نعمل البراوز لانه السنت هو اخر شيء. اوكي نرجع للبراوز، دبل كليك على البراوز ياخذنا الى وين؟ ياخذنا الاكشن بيرفورم اللي موجودة في البراوز. زين في الاكشن بيرفورم انا شنو اللي راح اعمله؟ انا ذكرت انه في الديزاين انا لما اضغط على البوتن هذا يفتح لي ما يحتويه الكمبيوتر، اذا راح احتاج الى كومبوننت اخر في داخل براوز في داخل الجي بوتن. شو هو جي فايل تشوزر؟ جي فايل تشوزر الفكره من عنده انه يسمح لك تختار الفايل من داخل الكمبيوتر، حنسميها فايل chooser وانت حر في استخدامك اي اسم تريده للمتغير. new عادي constructor فارغ، بسيط جدا. الفايل chooser هذا dot حنختار من عنده show open dialog. open dialog لمن؟ انت اي منهم تريد يكون الـ open element read الفايل chooser، تريد البراوز صح؟ إذا هو btn browse، إذا تختار btn browse تعمل له اوكي فارزة مناقطة. في هذه الحالة راح تقوم بربط الفايل chooser بالـ btn browse. جميل جدا. شوف الوقت 7 minutes، راح نوقف نكمل الدرس القادم.